عليكم. اليوم إن شاء الله رح نبدي درسنا باللغة الفرنسية اللي هو نوعين، أو طبعا هو أكو هواي أنواع من الأدجكتيف. اليوم رح ندرس نوعين اللي هو الأدجكتيف ديمونستراتيف والأدجكتيف بوسيسيف. مثل تشوفون هنا عندنا الأدجكتيف ديمونستراتيف ماسكولان سانغوليه، عندنا سو سو avec t. دائما هذا نستخدمه اذا كان اكو حرف عله قويل. فيمينا هي سيت. اذا عندنا جمع فلوريل يكون سي سو سي سيت سي. هنا تكون حاله اكسبسيونيل، هي حالة شاذة، انه اذا عندنا حرف من حروف العلة مثل A, E, I, U, U, H نستخدم هاي ست. مثل عندنا وازو ست وازو. حتى اذا كان فمينا، حتى اذا كان مؤنث لازم نستخدم هاي ست. بس هنا نبدي بالامثلة. مثل عندنا خيون، طبعا هو مذكر، رح يكون سو خيون اي لون، هذا القلم طويل. سو خيون اي كور، هذا القلم قصير. هنا عندنا ست وازو فول. وازو هنا طبعا بويه عندنا، استخدمنا هاي ست. ست وازو ني فول با، لا يطير. ست اورلوج روند، ساعة الحائط، نقول هذه الساعة هي مدورة. ست اورلوج كاري، هذه الساعة هي مربعة. هاي فيمينا هاي ماسكولا سو ست. نجي للبلوريال سيز ايماج، طبعا نفضنا هذه الاس لان هنا عندنا ويل، نستخدمها للجمع. مثل عندنا ديك خيون ديز وازو ديز اورلوج، نقول سيك خيون سيز وازو سيز اورلوج. نعم نصف التكست. Cette image représente la classe d'Hélène Vincent. يعني هذه الصورة تعرض لنا أو تشرح لنا صف هيلين. Cette classe est grande. هذا الصف كبير. طبعا هنا سجلنا الـ E أكوردي لأن الكلاس لا كلاس وفرنا. فاستخدمنا طبعا الصف عندنا بالعربي هو مذكر، هذا الصف، بينما بالفرنسي نقول مؤنث. ست كلاس هي هون اكلير واضح. الا القياس بس بيقيس لنا الصف ميزور. الا دول 9 متر دو لون، انه طول الصف هو 9 أمتار. 6 متر دو لارج، 7 متر من الأرض، و 5 متر دو أو، الارتفاع يكون 5 متر. 7 دام أدروا، هذه المرأة على اليمين، البروفيسور هي المعلمة، اسمها هيلين. سيت اون فرانسيز، هي فرنسية. Son nom est Leblanc. اسم العائلة هي Leblanc. Son prénom est Louis. الاسم Louis. Madame Leblanc n'est pas grande. هي مو كبيرة. Elle a un mètre. يعني
طول مالتها 1 متر 60 سنتيم، متر 60 سنتيم. إنه فامانس الغوص، هي مو ضعيفة ولكن تكون سمينة. البيز 60 كيلو، وزنها 70 كيلو. كلا جاتيل، شكد عمرها؟ إلا 30 طن، عمرها 30 سنة. Elle est jeune, dit Charles. Le directeur de l'école dit le madrassé à 70 ans. Omre, c'est bien. Il n'est pas jeune, il est vieux. Ou mouchab, lakin, il n'y a pas d'ajout. L'il-rajoul, elle vous d'accord, il vieux. بينما للمرأة قول بيي، إلي بيي. بعض الأمثلة يوضح لنا السنتيمتر، المتر. هذا هو 1 سنتيمتر، هاي 10 سنتيمتر يعني 10 سنتيمات. ديسيمتر يساوي 10 سنتيمتر. طبعا هاي بس للتوضيح. Long, الاسم مالتها يكون la longueur, large, la largeur, أو la hauteur, اللي هو الطول, الأرض, الارتفاع. هنا مثلا عندنا combien pèse ce pain, كم وزن هذا الخبز؟ Il pèse 2 kilos. Il pèse 1 kilo. Combien coûte ce pain? Quel sera la chose? Il coûte 1 franc 20 centimes. Franc 20 centimes, اللي هو سعر. هنا بعض الكلمات يبين لنا صفات الإشارة. مثل هنا سو كريون، سيت وازو، سيت دام، هذه المرأة، هذا الطير، هذا القلم، سيت أغلوج، هذه الساعة، سي كلاس، هذه الصفوف، سي زوم، هؤلاء الرجال. هنا عندنا بعض التمارين، مثلا مثل les adjectifs démonstratifs ce, se, cet ou se داخل هذه الفراغات. مثلا هنا عندنا فراغ livre et verre. اول شيء نشوف انه livre هل هو masculin feminin مفرد أو جمع، مذكر مؤنث. شو نستخدم هنا؟ نستخدم سو، هذا سو راح يكون سو ليفغ إي فيغ. لوغلوج طبعا مو أنه يبدي بحرف أش، إنه لازم نستخدم هذه سي، راح يكون سيت أوغلوج إي غروند. سيرفيت pèse 10 كيلو. On dit cette serviette pèse 10 كيلو. Allez, 7. Enfant a 10 ans. يبدي بحرف الـ E وحرف الـ E. إذا نستخدم هذه 7. راح يكون 7 enfants à 10 ans. Mur. Le mur. هو ماسكولان راح يكون سو مور à 5 متر دو اوتور، انه الارتفاع مالته 5 متر. سيت فام اي مانس، ها
halini istedim. Set ağ adet uy istedim. Halini set yem hesmi a. Set don a 40 ans. İstedim halini set. Mesela tümünü tani, combien centimètre y a-t-il dans un mètre? Yani esile amme, kim centimètre fil mètre? Yani ki adin arfa, 100 mètre, il y a 100 mètre. Ve hakeda. Yani inşallah etmenle innehu tahavlun, tuhilun hadi ettemari. هاي الزخسيس موجودة هنا وأي سؤال تطلبوه هاي موجودة إن شاء الله هنا الverb كوزي هنا بما أنه استخدمناه أعطيكم التصريف مالته إنه هو premier group الكونجوجي يكون je pèse tu pèse tu دائما نستخدم ياها es il pèse e nous pesons on es vous pesez il pèse حيكون conjugué le verbe peser النوع الثاني من الادجكتيف اللي هو الادجكتيف possessif صفة الملكية مثلا عندنا je اللي هو انا نستخدم mon ma me حالة الماسكولان المفرد المذكر نستخدم mon الفيمينا سانجولية المؤنث المفرد نستخدم ما اي الماسكولان الفيمينا بلوريال جمع اذا كان مؤنث او مذكر نستخدم مي نفس الحالة tu هو انت ton ta te حالة il elle نستخدم son sa se حالة اذا عندنا ايضا حروف اللي بداية دائما نستخدم mon ton son لا يجوز استخدام ما تا سا مثل عندنا اوغي راح تكون مون اوغي ما يجوز انه تكون ما اوغي هنا بعض الامثله شلون نستخدم مون تون سون مثلا حاله الماسكولان وهنا حاله الفيمينا j'ai un chapeau brun non انه un اذا هذا masculin راح يكون mon chapeau est brun j'ai une cravate brune اذا هاي féminin راح يكون ma cravate est brune tu as un chapeau noir ton chapeau et noir. Tu as une cravate noire. Ta cravate est noire. Il ou elle a un chapeau bleu. Ledeyhi qubba zarqa. Son chapeau est bleu. Qubba'atahu zarqa. Il a une cravate bleue, لديها رباط أزرق. On dit sa cravate est bleue. ربطت عنقها هي زرقاء. أما حالة البلوريال اللي هو الجمع. J'ai des chapeaux bruns. لدي قبعات بنيات. اللون on utilise mes chapeaux sont bruns ou
J'ai des cravates brunes. Mes cravates sont brunes. Mes cravates sont brunes. Tu as des chapeaux noirs. Ou tu as des cravates noires. Tu Tes chapeaux sont noirs, tes cravates sont noires. Il a des chapeaux bleus, ses chapeaux sont bleus. On a un petit texte pour la tête. Voici un portrait. C'est le visage de Pierre Vincent. Hada oje, Pierre. Pierre a des cheveux noirs. لديه شعر أسود. Un front, جبهه. Oh, عالي. Des yeux bruns. عينين بنيات. Des sourcils et des cils épais. لديه حاجبان مع رموش فخيمة. Des oreilles larges. أذنان عريضان. Un nez pointu. Un محدد. Sa bouche est grande. لديه فم كبير. Ses lèvres sont rouges. شفاه حمراء. Ses dents sont blanches. أسنانه بيضاء. Son menton est rond. الحنج مدور. Ses joues sont roses. خدوده وردية. A-t-il une langue? هل لديه لسان؟ Mais oui. Où est-il? أين هي اللسان؟ طبعا هنا أنا جاي مؤنثة. Elle est dans sa bouche. داخل فمه. Pierre n'est ni beau ni laid. Pierre ليس جميل وليس قبيح. La petite Hélène, sa sœur. الصغيرة هيلين أخته est blonde, شقراء. Elle a de grands yeux. لديها عينان كبيرتان. Et son bleu, زرقاوتان. Avec des cils noirs, مع رموش سوداء. Hélène est belle. Hélène هي جميلة. هنا استخدمنا les yeux, les oreilles et le nez. مع العينين ننظر. إذن أي فعل نستخدم؟ نستخدم الverb voir، ينظر. كيف يكون تصريفه؟ conjugaison اللي هو التصريف، تصريف الأفعال، هاي جدا مفيدة. verb voir، je vois، أنا أنظر. tu vois، أنت تنظر. Il voit. هو ينظر. Nous voyons. نحن ننظر. Vous voyez. أنتم تنظرون. Il voit. هم ينظرون. أما بالنسبة les oreilles. نصغي أو نسمع. اللي هو نستخدم verb entendre. J'entends,
Esma. Tu entends, Esma. Il entend. Où est Esma? Nous entendons, Nesma. Vous entendez, Esmaoun. Ils entendent, Hom Esmaoun. هذا الverbe entendre. أما بالنسبة لونني للأن يستخدم verbe sentir اللي هو يشم. Je sens, tu sens, ils sont, nous sentons, vous sentez, ils sont. هاي ثلاث verbe, ثلاث أفعال مهمة. Voir, entendre, sentir. هنا من الكلمات اللي استخدمناها بالتكست مثل فرون اللي هي الجبهة نستخدم adjective possessive اللي هو mon front, mon oreille, tes cheveux, tes sourcils, tes cils, son œil, ses yeux. احنا عندنا بعض التمارين les exercices بالنسبة للأدجكتيف possessive. نعم مثلا يطلب من عندنا écrivez un adjectif possessif devant مثلا tête, œil, cheveux, oreille, sourcil. كل كلمة من هذه الكلمات لازم نعرفها انه هي مذكر او مؤنث. إذا مذكر نستخدم mon, son. إذا مؤنثة نستخدم ما, سا. مثلا عندنا التيت بما أنه هو فيمينا لا تيت إذا نقول ما تيت. بما أنه يبدي بحرف ال إذا ديركتومون نقول مون اوي. شوفو جمع لان الشوفو اللي هو شعر الراس دائما يجي جمع. عندي مي شوفو مون اوغي او سون اوغي. سورسيل nez, bouche, horloge, lèvres, dents, menton, front, langue, bras, jambes, mains, pieds, image. ولي آخره. أتمنى إنه أنتوا تفكرون بها وتنطوني الجواب. مثلا هذا التمرين الثاني change l'adjective possessive. سوي تبديل l'adjective. مثلا هنا هو نعطينا mon et pointu. أبدلها مثلا أقول ton nez est pointu, son nez est pointu, etc. ولآخره عدة أمثلة ma bouche, mes dents, mes yeux, mon oreille, ولآخره. هذه أيضا مجموعة تمارين أتمنى أن تفكرون بها تنطوني الجواب. ومثل ما وعدتكم كل نهاية الدرس نخلي مجموعة كلمات نحفظها. اليوم اخترت لكم هذه الكلمات وسبق أنه استخدمناها بدرسنا. بو للمذكر تيجي بل للمؤنث معناها جميل أو جميلة. ل لد قبيح قبيحة. فيو فيي قديم قديمة. وتيجي أيضا للرجل العجوز مثلا أقول إلى فيو هو رجل مسن. elle est vieille هي مسنة.
ان الفيرب اللي سبق وانه صرفناها سوينا لها كونجوجي entendre يسمع sentir يشم وتيجي ايضا معنى يشعر voir ينظر. كملنا درس اليوم ان شاء الله تكون ان ساعدتكم وانتظروني في دروس لاحقة إن شاء الله.